السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا سؤال عند أحد الإخوة المتابعين، نسمع السؤال ونعطوه الجواب إن شاء الله. السلام عليكم عم مختار، إن شاء الله تكون بخير. عم مختار، مشكلة اليوم حكم إحنا في الصيف وفي السخانة في الجنوب التونسي، حبيت نبعث لك موضوع على سخانة بالخاص في الكهرباء هذه. الكهرباء هذه عم مختار في كنجري بها معناها فوت المياه مشي 120، ولا فوت الورود ولا في حاجة، الدنيا سخونة، تطلع السخانة نتاعها توصل حتى شي المياه سخانة، وعلى فكرة راهي سيزي معناها تربو، توصل حتى المياه من ناحية يرجع لك سيلاتير تبرد. بدلت ناحية الترموستات، بدلت البومباو، بدلت الكروان تاع البومباو، وصلت حتى بدلت الرادياتير. لا هذا امس بدلت الرادياتير، معناها اخر حل معناها عندي، بدلت الرادياتير، بدلت الرادياتير وهاني تو قاعد نبرجي فيه، نحيله في الهواء معناها من السيركوين تاع الماء. شوف شنو رجع على في السيركوين تاع الماء، الاوساخ غريبه. وعلى فكرة عم مختار، فصل البلاد راهي لا تسخن لا حد شيء، سخانة تفضل عادية في 82، 80 82 يمشي بها فصل البلاد عادي، أما كي تجري بها وإلا في الصعدة تولي تطلع السخانة توصل حتى ل 100. إذا كان نحيش سيسهاش نقص من القوة معناتها الأكسليراتور تولي تسخن الكرح. شوف عم مختار، ها شو الرغاوي اللي تخرج فيه، هذي الرغاوي بينكسيلاري. تفيدنا عم مختار وشكرا. تو بعد ما سمعنا السؤال نعطوه الجواب ان شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. المشكلة انا عنده يعني قاعد نتواصل معاه انا ويعني ونكتة نكتة كما اقول، المعلومات تعطيني قطرة قطرة، ما توصلت الى انه هو عنده نقص ماء وعنده حرارة في التسارع يعني كي يجري، والسيارة هذه يشراها ولها مبدل محرك سيزي هي، وقت اللي شراها ما كانش فيها المشكلة هذا وكان فيها راكب فيها الترموستات. هو كي بدأت تصير له في المشاكل بدأ طبعا تعرف الميكانسينات وأصحاب السيارات واللي يتفلسفوا، هذه ترموستات، هذه مانو، هذا بوشون، هذا كذا، ويبدو يعملوا في حالات اللي هي ما أنزل الله بها من سلطان. وهو يقول المشكلة هذه ما تصير له كان في الصيف يعني وقت الدنيا تسخن، وساعات لو احنا نعمل مشكلة ما غير مشكلة. علاش؟ لأن هاي الحرارة وصلت للمية، هاي وصلت للمية وخمسين، هاي وصلت للمية وتسعين، هاي وصلت لثلاثمية، ما تفهم شيء، هاي وصلت لستين، هاي الحرارة متاع المحرك زي ما كما الحرارة متاع الإنسان لازمها تكون ديما في 37، إنسان المحرك لازم يكون ديما 92 حتى المية وأربعة عادي. انما باش نقعدوا نتفلسفوها ونقصتوا منا وزيدوا منا وحط له مربحه اخرى وحط له مالو اخر اصغر وحط له ترموستات وحط له ساعه على جنب فيها الحراره وتولي فلسفه زايده، يسبوا مشاكل لارواحهم، وساعات يوصلوا يحلوا الكلى، ساعات يحلوا الموتور، وتدخل بعضها الدنيا. هي عمليه سهله ما فيها بسيطه ما فيها شد شيء. شو عندنا؟ عندنا ترموستات، عندنا مروحة طبعا في السيارات العادية هذه ما فماش مروحة كهربائية، ما فماش مانو نتاع مروحة، عندنا ترموستات، عندنا أمبرياج نتاع مروحة، لأن فيما اللي فيهم يبدأ أمبرياج نتاع مروحة نسموه احنا يعني مروحة يعني قطعة اللي هي تمشي بالزيت، يسخن الزيت تزيد في دوران المروحة، حتى هذيك يعني تعمل مشاكل أحيانا. وعندنا البومباوي مضخة الماء ودوران الماء. هو ما دام السيد هذا عنده نقص ماء، اولا يلزم من الضروره يدور على نقص الماء منين. فما ناس عندهم اجهزه اللي هي ضغط
بالكومبريسيون، عن تلقاها الأغلبية عند اللي يصلحوا ريجيتيرات ضغط بالكومبريسيون يعرف لك كان فما فويت ولا لا. أنا اليوم بركة فقط، اليوم بركة جاني كليون كان وريته لكم في 407، من 406 ركبت له كلاس 406 اتش دي، كان وريته لكم ركبت له كلاس، جاني قال لي يا عم مختار راهي تنقص ماء، راهي نمشي بها للجنوب ونرجع تنقص لي كل لتر ونص ترتين. قلت له ما فماش تضيع، قال لي ما فماش تضيع بكل ما حتى تضيع. في جنبي هنا في النقره فم واحد يقول له محرز يعني يصلح فريترات وعنده هذه نتاع الضغط، بعثته شنو لقى له المشكله كونه فما تضيع من وراء المحرك كي ينزل عليه بالكومبريسيون ولا ما يشرش. قال لي راه مختار فقط شرشير الماء، تو غدوه باش نشوفها له منين يشرش الماء. ولهذا احيانا تبدا الماء ينقص والموتور يبدا سخون يشربه او المروحه تشربه، ما تعرفوش منين. اولا لازم تعالج من نقص الماء، لان نقص الماء يسبب الحراره، هذا اول حاجه. ولازم يكون عندنا ترموستات اصليه اذا كان الموتورنا سليم، وتبدا عندنا بوشون تاع الريديتير اصلي، هذاك يعمل هذا اختار ريديتير اصلي يعني مش اصلي يعمل، هذوما اثنين لازم يكونوا موجودين. والحراره يكون عندها مانو يعني اصلي ويكون يعني يعطي معلومات صحيحه، هذوما الحاجات. هو يقول انا بدلت ريديتير وبدلت كذا وما عادش عليه ينظف السيركوي نتاع الماء ولا عند مختص، لازم يعمل الحاجات هذه كلها باش يحصل المشكله منين بالضبط، لان السياره وقت تجري تحتاج تبريد اكثر، هذاك علاش تسخن. وطبعا هو قلت لك كما قلت لكم راه السخانه ساعات تبدا عاديه، هم يبدو مفجوعين، هي ساعات توصل 90 ولا حتى 100 وتبدا عاديه، راهي مش ما تحتاجش اللي هي مشكله، انما هم يبدو مفجوعين من السخانه من الحراره. انا اللي اثر على في المشكله هذه وانا لاحظت اللي هو نقص الماء، يلزمك تركز على نقص الماء هو الاول. بقى ما تصلح نقص الماء وتعرفه منين، وقتها تعمل الحاجات كلها، ترجع الترموستات وترجع عندك حتى اللي يركب فيها المروحه هذيك قطعه نسموها احنا هيدروليك هذيك اللي تمشي بالزيت، والا اذا كان المروحه فيكس هذاك موضوع اخر. هذيك زاد كيف كيف تعمل مشاكل، لان وقت تجري تولي ما عادش تدور حسب دوران الموتور. وانا قريت هالجزئيات هذه كلها كي تلمع مع بعضها تعمل مشكل. ولهذا ركز على الحاجات اللي قلت لك عليها وجرب حاجه حاجه، ماذا بيك ساعه. اولا نركز على نقص الماء، ينجم يكون من البوشون اخر مش اصلي، بوشون بتاع الريتر تحب، اذا كان فما واحد عنده ماكينه كما قلت لك اعملها، ما عندوش ابدا تشري بوشون اصلي من دار لسوزي، مش من عند بيع لسوزي، بيع لسوزي يقول لك هو اصلي، لا هو مش اصلي، تشريه من الدار بوشون، على الاقل البوشون القطاع نتاع الريتر تشريه من الدار، والباقي الحاجات تشري من برا مش مشكله، باش هكاك تفهم المشكله. وماذا بكم تصورون كل شيء اللي هو يصير باش غيركم يستنفع. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.